السلام عليكم ورحمة الله. نشرة أخبار السادسة من قناة المرابطون، نستهلها بالعناوين. الرئيس الموريتاني يزور المعهد الوطني لأمراض الكبد والفيروسات ومركز الاستطباب الوطني ويحث على تحسين الخدمات الصحية. ورشة في نواكشوط تبحث آليات مواجهة الإرهاب في منطقة الساحل، ووزير الشؤون الإسلامية يشيد بالاستراتيجية الموريتانية. شباب يحتجون أمام المجلس الدستوري بنواكشوط ويدعون إلى رفض تمرير التعديلات الدستورية عبر الاستفتاء الشعبي. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. زار الرئيس الموريتاني محمد والعبد العزيز المعهد الوطني لأمراض الكبد والفيروسات الواقع بمقاطعة تفرغزين في العاصمة نواكشوط. كما زار الرئيس كذلك مركز الاستطباب الوطني حيث اجتمع بالطاقم الطبي وحثه على تحسين الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين. واستعرض الطاقم الطبي بالمركز أبرز التحديات التي تواجهه والمطالب التي يطالبون بها من أجل تحسين الخدمات. بحثت ندوة نظمت في نواكشوط بالتعاون بين وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي ومجموعة دول الساحل موضوع محاربة التطرف والعنف، وأشاد وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي أحمد والله الداود باستراتيجية موريتانيا الخاصة بمحاربة الإرهاب، واصفا إياها بأنها تشكل مثالا يحتذى في المنطقة. إن ما يشهده عالمنا اليوم من تنام لظاهرة التطرف والإرهاب يحتم على مجموعتنا الإقليمية تضافر الجهود وتنسيق آليات العمل سعيا إلى بلورة رؤية أمنية موحدة للتصدي لهذه الظاهرة المدمرة التي أصبحت تؤرق العالم بأسره. وكما تعلمون فقد كانت يقظة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز واستشعاره مبكرا لخطر الإرهاب والتطرف سببا في جعل بلادنا اليوم في مأمن تام من تهديدات حاملي فكر التطرف، حيث انتهجت بلادنا مقاربة أمنية ناجعة اعتمدت أبعادا متعددة، كان من أهمها تعزيز ترسانتنا الأمنية وحماية الحدود من جهة، واعتماد سنة الحوار والتشاور من جهة أخرى. وقد حققت هذه المقاربة نجاحا معتبرا وأصبحت نموذجا يحتذى به إقليميا ودوليا وأشاد بها الجميع. احتج عدد من الشباب الناشطين في حراك محال تغيير الدستور أمام مبنى المجلس الدستوري في نواكشوط معلنين رفضهم إجراء التعديل الدستوري المرتقب عبر الاستفتاء الشعبي. ودعا المحتجون أعضاء المجلس الدستوري إلى رفض تمرير التعديل الدستوري، كما دعوا السلطات إلى صرف الأموال المرصودة للاستفتاء الشعبي في تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين. نحن الآن نقف أمام المجلس الدستوري لكي نقول لهم لا للانقلاب على الدستور، لا للانقلاب على الدستور، لا لتغيير العلم، لا لتغيير النشيد، وهؤلاء المليارات التي ستنفق على تغيير الدستور يجب أن تصرف في التعليم والصحة وما إلى ذلك من مشاكل المواطنين. انتقد وزير الاقتصاد والمالية المختار ولجاي ما سماها الدعاية المغرضة للمعارضة تجاه التعديلات الدستورية. وقال ولجاي خلال لقاء في نواكشوط بمنتخبي مقاطعة مقطع الحجار إن هذه الدعايات لا تنطلي على المواطنين، داعيا إلى عدم ترك الفرصة للمعارضة من أجل التشويش على المواطن والرأي العام الموريتاني. يقولون أن رئيس الجمهورية أن هذا النظام، أن هذه الحكومة تحاول أن تقوم بانقلاب دستوري من أجل تمرير هذه التعديلات الدستورية. هذا الجزء الأول من هذه الدعاية. يقولون نحن بحاجة إلى الأموال التي ستنفق على هذه الحملة، وموريتانيا أحوج إلى أشياء أخرى غير هذه التعديلات الدستورية. يقولون أيضا هذه التعديلات ستمس بالمقدسات إلى العلم الوطني إلى آخر ذلك. يقولون هذه التعديلات تمت من أجل أن نتجاوز المحكمة الدستورية، المحكمة السامية، من أجل أن لا يحاكم رئيس الجمهورية وحكومته إلى آخر ذلك. هذه الدعاية التي يطالعنا بها إخواننا في الطرف الآخر غفر الله لهم. سكان مقطع الحجار طبعا أنتم لا تنطلي عليكم هذه الدعايات، لكن يجب أن تكونوا مسلحين أيضا بالذكر
الحجة، يجب أن تنافقوا، يجب أن لا تتركوا الوقت ولا تتركوا الفرصة للتشويش على المواطن الموريتاني وعلى الرأي العام الموريتاني. وأكد والجاي أن قرار الاستفتاء على مشروع التعديل الدستوري لا يعتبر انقلابا، وإنما يمثل الديمقراطية في أبهى تجلياتها من خلال أخذ رأي الشعب بعد أن تعطل تمرير التعديلات عبر البرلمان. ارتأت أن تذهب إلى الشعب الموريتاني ليقول كلمته في هذه التعديلات. أي نوع من الانقلابات هذا؟ من ينقلب على من؟ من ينقلب على من؟ إنه ليس انقلاب، إنها الديمقراطية في أحسن تجلياتها. إنه استشارة الشعب، أخذ رأي الشعب. الشعب الموريتاني له كلمة الفصل. الحكومة، رئيس الجمهورية، المجموعة المتحاورة، أحزاب الأغلبية، أحزاب المعارضة المتحاورة، بعد أن تعطل تمرير التعديلات الدستورية من خلال البرلمان، أردنا أن نذهب إلى الشعب والشعب هو الحكم. أعتقد أن هذه دعاية سابقة كما رأيتم. قالوا لنا الشعب أحوج إلى مسائل أخرى غير هذه التعديلات الدستورية. نحن أعتقد أن الزمن، أن السنين، أن الماضي القريب برهن على أننا أعرض بما أحوج إليه الشعب منهم. لن تتعطل قائرة التنمية دقيقة واحدة في الأشهر الثلاثة المقبلة. اختتمت جمعية يدا بيد للثقافة والعمل الاجتماعي أعمال ملتقى الثقافية السنوية الرابعة في نواكشوط، وتضمن الملتقى محاضرات وحلقات نقاش حول الوحدة الوطنية والتنوع الثقافي والعرقي في البلاد. كما ناقشت الجمعية الوضعية الحقوقية ووسائل تحقيق التآخي والتعاضد بين مختلف المكونات الاجتماعية في البلد. لقد كانت الأخوة هي نقطة الانطلاق في بناء المجتمع المسلم في المدينة المنورة، وفي ذلك تعبير بليغ وتعصيل نفيس لمكانتها في المشروع الإسلامي، فهي مسألة تأسيس وليست مسألة تكميل ولا تحسيس. إنها لبنة أساسية لإقامة مجتمع إسلامي وآلية ضرورية للانسجام والعطاء. ولذا أخذنا على أنفسنا عهدا بإقامة أخوة صادقة بين مكونات هذا المجتمع، وبذلنا وسنبذل الغالي والنفيس في سبيل هذا الهدف، علاجا للجراح وتصحيحا للاختلالات، ووقوفا في وجه الظلم، وتشجيعا للعدل، وتعزيزا للقيم المشتركة والأخلاق الجامعة. وترشدنا السنة النبوية في المؤاخاة وفي بناء المجتمع على أسس سليمة، أنه لا بد من جهد يسعى لتجسيد معاني الأخوة في النفوس. أطلقت جمعية الإرادة للثقافة والتنمية النسخة السادسة من الأيام الثقافية لذوي الإعاقة في نواكشوط. وقال رئيس الجمعية الهادي للمنير إن الأيام الثقافية للجمعية تأتي ضمن الأنشطة الثقافية والتنموية للجمعية، وتهدف إلى تشجيع ذوي الإعاقة وتغيير الصورة النمطية تجاههم. هذه الأيام هي أيام ثقافية للأشخاص ذوي الإعاقة. دابت جمعية الإرادة للثقافة والتنمية على تنظيمها، وهذه نسختها السادسة بحمد الله. نحاول من خلالها أن نشجع الأشخاص ذوي الإعاقة الموهوبين والمبدعين أصحاب الإرادة وأصحاب الطموح، وأن نغير الصورة النمطية عن هذه الفئة. ويأتي هذا النشاط ضمن أنشطة الجمعية الخيرية والثقافية والتنموية. أعلن رئيس النيجر محمد ويسوفو عن عدم سعيه لإجراء تعديل دستوري من أجل الترشح لمأمورية رئاسية ثالثة خلال الانتخابات المرتقب إجراؤها عام 2021. وقال يسوفو في خطاب نقله التلفزيون الرسمي النيجيري إنه سيجري انتخابات رئاسية لا يشارك فيها، وسيسلم السلطة لمن سيختاره شعب النيجر. تفاصيله فنتابعها في هذا التقرير. رئيس النيجر محمد إيسوفو يعلن أنه لن يغير دستور البلاد ولن يترشح لمأمورية ثالثة في الانتخابات المرتقبة عام 2021. وعبر إيسوفو عن سعيه إلى تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة
يسلم من خلالها السلطة لمن سيختاره الشعب النيجيري رئيسا جديدا للبلاد. وأكد إيسوفو في خطاب وجهه للشعب النيجيري بمناسبة الذكرى الأولى لانتخابه لمأمورية ثانية أنه لا يعتبر نفسه الوحيد الذي يصلح للسلطة، وسينسجم مع تعهداته باحترام وتعزيز النظام الديمقراطي في البلاد من خلال إفساح المجال لمن سيخلفه على رئاسة النيجر. ولم يخفي إيسوفو في خطابه حاجة النيجر إلى تقوية مؤسساتها الديمقراطية واحترام الدستور باعتباره المرجعية القانونية والحافظة للتعددية والديمقراطية. وتأتي تصريحات إيسوفو في سياق وطني وإقليمي مضطرب، فعلى الصعيد الوطني كانت المعارضة تتهمه بالسعي إلى إجراء تعديل دستوري يسمح له الترشح لمأمورية رئاسية ثالثة ليظل في الحكم الذي وصله عام 2011 لفترة أطول. وعلى الصعيد الإقليمي تسعى عدد من بلدان غرب القارة الإفريقية إلى تعديل دساتيرها، ففي بنين يتصاعد الجدل بين المعارضة والنظام بشأن تعديل دستور 90-900 ألف، وقد خرج القضاة إلى شوارع بورتو نوفو تنديدا بمشروع الدستور الجديد الذي يعتبرونه يكرس ارتهان المؤسسة القضائية للسلطة الحاكمة، كما احتجت ضده المعارضة وقدم أحد وزراء حكومة باتريس تالون استقالته على إثره. وفي بوركينا فاسو يسعى روك مارك كريستيان كابوري إلى تعديل الدستور من أجل إعلان الدخول في جمهورية خامسة. وفي موريتانيا قرر النظام إجراء استفتاء شعبي على الدستور بعد أن صوت أغلب أعضاء مجلس الشيوخ ضده. وقبل أشهر أجرت ساحل العاج تعديلا دستوريا أعلنت بموجبه الدخول في جمهورية ثالثة، وينص الدستور الجديد على إضافة غرفة ثانية للبرلمان واستحداث منصب نائب للرئيس. عقد طلاب موريتانيون سابقون في الجزائر بالتنسيق مع عدد من النقابات الطلابية مؤتمرا صحفيا في نواكشوط تحدثوا خلاله عن ملابسات اعتصام الطلاب الموريتانيين في الجزائر. وقال منظمو المؤتمر الصحفي إن الطلاب دخلوا الإضراب منذ 11 يوما بعدما اتصلوا بالجهات المعنية ورفضت التعاطي مع ما يصفونها بالمطالب المشروعة. جد الطلبة عندهم مطالب مشروعة وهي صرف المنح، صرف المنح اللي بقانون اللي عند الوزارة، وصرف المنح بالقانون اللي عند السفارة اللي فهم مسؤولة عن تطبيق قوانين الوزارة. هذو الطلاب دخلوا في اعتصام اللي لدرك 11 يوم. وكيف قال الزميل، كيف قال الزميل سيدي محمد، سابق الدخول في اعتصام، لأن الاعتصامات فهم حقيقة صعبة، سابق الدخول في الاعتصامات حاولوا على أنهم يجابروا مع الإدارة المعنية اللي هي السفارة فهم، وشرحوا لها مضامين مطالبهم. إذا ما تجاوبت معهم حاولوا على أنهم يدخلوا في إضراب في اعتصام مفتوح، واعتصام له 11 يوم مستمر، واليوم هو 11 هو اليوم رقم 11 وهو يوم السادس في اعتصام عن الطعام، في إضراب عن الطعام. إضراب عن الطعام ما جاء من فراغ حقيقة، فهم الظروف مزرية صعبة، طلبة في أرصفة بين أزقة الدار الإبراهيمي مشردين، هذا ما يخدم دبلوماسيتنا ولا يخدم صورتنا في الخارج. رياضيا، توجت ثانوية زمزم ببطولة شالانج المدرسية بعدما فازت على فريق الإعدادية العربية بهدف دون رد خلال مباراة نهائي البطولة التي جمعت بينهما في الملعب الأولمبي بنواكشوط، ويعتبر هذا التتويج هو الثالث في تاريخ فريق ثانوية زمزم، فيما لم تفز معظم الفرق الأخرى بالبطولة إلا مرة واحدة في تاريخها. كنت قال يعني قلنا شو لعبنا، قال عند مولانا ما عند حد يشتو ولي نقول ما اوه صفتك بعد لعبنا يا قال مكسومه من نهرب رقنا قالوا يا غير ما عندنا ما هيشان ما اسمح لنا الوقت بذاك رقنا ان شاء الله مره اخرى وهي عادي. تقولوا زمزم اوه سنقولوا زمزم، انا بعدين نقول لنا ما داس سمح وابو ذا كامل وهي عادي ما فيش زمزم حتى انهم قلبونا نزلنا ونزلوا قال ما عندنا شانستو نشكر كوتشنا، انا اول مره كل جربت الحق فينا
ما هو شيء فوتبول فوتبول هادي بيردي هاد مولي غني نفلسيتوهم توف كوراج رك لين مرة خر مولي نسيو نمشو بعيد نعم ميرسي مانفستاسيون بور زمزم كرادنا أول مرة كاليفورنيا ما قطع لحقنا ونات أول بينا لحقنا فينال وطاحنا مانفستاسيون بور زمزم ما هي خسارة الحمد لله بالنسبة أول مرة تلعب إعدادية العربية ومهنا للاعبين لأنهم من ناحية لباس بهم ما هي خسارة بالنسبة لنا اللاعبين ونهنهم حتى ونهن المؤسسة على هذه نهن ملي زمزم على الفوز أشاد أحمد ولي الكوري مدرب فريق ثانوية زمزم بتتويج فريقه للمرة الثالثة ببطولة شالانج المدرسية. واعتبر ولي الكوري في تصريح لقناة المرابطون أن تتويج فريقه يعتبر نتاج ثمرة تحضير استمر أشهرا. الحمد لله مبارك لنفسي كالعادة وللاعبين ولزمزم العائلة الموسعة لزمزم الإدارة الأساتذة العمال اللاعبين جميع الحمد لله الوفية اللي وقفت معنا طيلة هذه البطولة. التتويج مع جم فراغ الحمد لله بدأنا العمل من شهر أكتوبر نحضروا ذي البطولة كنا في ظروف جيدة الحمد لله وكنا نشتغل كخليط نحل ما شاء الله فتبارك الله طاقم الفني كامل متفاهم بما بيناته وبالتالي اللاعبين كان عزمهم كان على انهم يحققوا ذي البطوله كنا مباراه ورا مباراه ينزاد عزمنا خاصه عندنا بدانا بدايه قد تعود سيئه بتعادل وبعد ذاك خسرنا ب3-0 الحمد لله ورا ذاك واصلنا في سلسله انتصارات نحن الوحيدين من ذو بدايه الدور الثاني لحد النهائي اللي توجنا باللقب ما استقبلت شباكنا اي هدف الحمد لله ونحن مولي باحسن هجوم ب 12 هدف الحمد لله وذا الانتصار راني والله ذا التتويج لاول مره نتوج بالبطوله المدرسيه شالنج راني هادي روح جداتي العزيزة اللي توفات وهذه الجماهير زمزم بصفة عامة. نهاية نشرة أخبار السادسة من قناة المرابطون وقد تابعتم فيها. الرئيس الموريتاني يزور المعهد الوطني لأمراض الكبد والفيروسات ومركز الاستطباب الوطني ويحث على تحسين الخدمات الصحية. ورشة في نواكشوط تبحث آليات مواجهة الإرهاب في منطقة الساحل ووزير الشؤون الإسلامية يشيد بالاستراتيجية الموريتانية. شباب يحتجون أمام المجلس الدستوري بنواكشوط ويدعون إلى رفض تمرير التعديلات الدستورية عبر الاستفتاء الشعبي. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. السادسة والنصف تتابعون حلقة هذا المساء من برنامج المشهد وتناقش موضوع الموسم الثقافي الرابع لجمعية يدا بيد ودوره في بناء الوحدة والانسجام بين مكونات المجتمع. التاسعة نشرة إخبارية مفصلة بحول الله. إلى اللقاء.